في الملف السياسي بدأت في مدينة الحمامات التونسية الجولة الثانية للجنة الحوار السياسي والتي تناقش الأزمة السياسية ومراحل تنفيذ اتفاق الصخرات المغربية. وقال مفوض قناة النبأ إلى تونس إن الاجتماع تم فيه مناقشة البنود السبعة والتي على رأسها تشكيل المجلس الرئاسي ومجلس الأعلى للدولة ومهام مجلس النواب إضافة إلى القائد الأعلى للجيش، ولافتا إلى أنه لم تظهر أي مبادرة واضحة للاتفاق عليها حتى هذه اللحظة من قبل الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع. ومن جهة أخرى أضاف مفوض قناة النبأ أنه لم يحضر الجلسة ممثلون عن مجلس النواب الليبي، وذلك نظرا لعدم توصلهم إلى اختيار وفد يمثله بشكل رسمي في جلسات الحوار على حد تعبيره. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب مفوض قناة النبأ إلى تونس صفوان أبو سهمين. مرحبا بك صفوان، أطلعنا على الجديد الذي جرى اليوم في الجلسة الثانية لجلسة الحوار. نعم، أهلا بك أنا صفوان المشاهدين. بالنسبة لتفاصيل ما الذي جرى اليوم، ما زال الاجتماع مستمرا للجنة الحوار منذ الصباح. خرجوا إلى استراحة بسيطة ومن ثم عادوا إلى جولاتهم ونقاشاتهم واجتماعهم مع استمرار مقاطعة مجلس النواب وعدم وجودهم وتمثيلهم هنا، رغم أن هناك أنباء حدث أنه ربما قد يكونوا موجودين، ولكن يبدو أنه تم الحسم الأمر وأن هؤلاء الأعضاء لن يكونوا موجودين. بالنسبة لما هو جديد في النقاشات وفي جدول الأعمال التي تم الاتفاق عليه يوم أمس، ما تسرب إلينا على الأقل من ناحية مبدئية أن هناك مقترحات بدأت تظهر وبدأت تتبلور على السطح، منها مجلس الرئاسي. هناك مقترح وفق ما وصلنا اليوم يتم نقاشه في الاجتماع، أن يكون المجلس متكون من 3 أعضاء ولا يكون هناك رئيس، يعني أن يكون هناك جسم يسمى المجلس الرئاسي، هذا الجسم لا يكون فيه رئيس ويكون هؤلاء الأعضاء متساويين وتكون لديهم كل يعني الصلاحيات مجتمعة عن طريق التصويت بالإجماع. وهناك شكل آخر يقولون بأنه يجب أن يكون هناك منصب يدعى رئيس دولة، أو هو من يتم توزيع اختصاص المجلس الرئاسي لدى شخص واحد فقط، فبالتالي تم استبعاد مثلا أن يكون هناك مجلس رئاسي آخر ب9 أعضاء ولكن بشخصية أخرى. هناك شكلين جديدين ظهرا، إما أن يكون شخصا واحدا أو يكون 3 أعضاء وليس هناك رئيس ونواب، هم فقط 3 أعضاء في مجلس يسمى المجلس الرئاسي متساويين في كل الصلاحيات، ويكون هناك مجلس لرئاسة الوزراء لوحده ورئيس وزراء ومعه حكومته. بالنسبة هذا بالنسبة للمجلس الرئاسي. ملف قيادة الجيش، هناك مقترح وصلنا تم تداوله داخل القاعة، يتحدث عن تشكيل مجلس لقيادة الجيش. هذا المجلس يكون متكون من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى للدولة وشخصية أخرى لا نعلمها بالضبط. هذا الكلام ما زال في إطار المقترحات التي تم نقاشها كما ذكرت في مراسلة سابقة، والآن لأنه حتى الآن لم تظهر ملامح إلى أين يتجه الإجماع وإلى أين يتجه المسار، ولكن هذان المقترحان موجودان، مجلس لقيادة الجيش وليكون مجلس رئاسي متكون من 3 أعضاء متساويين في الصلاحيات، لا يكون هناك رئيس. بالنسبة لتركيبة مجلس الأعلى للدولة، نقل لنا أطراف الحوار هنا أو بعض أعضاء الحوار بأنه أعضاء مجلس الأعلى للدولة منفتحين على فكرة أن يكون مجلس الأعلى للدولة مكونا من كل أعضاء المنتخبين في عام 2012 ولا يكون فقط 134 عضو وفق ما تم يعني توقيع عليه في اتفاق الصخرات. فبالتالي هذه النقاط الثلاثة يتم مناقشتها. بالنسبة لتطبيق مجلس النواب اللي يعني الاستحقاقات التي فرضته على اتفاق الصخرات لم يتم التطرق لذلك، بعض الأطراف يتخوفون بأنه أي نتيجة أو أي بيان يظهر من هذا الاجتماع لن يعني يلقى قبولا أو تطبيقا بسبب أن مجلس النواب غير موجود وغير ممثل، وأيضا أن البعثة الأممية ممثلة في رئيسها غير موجودة، هي تقول أنها تنظم وتدعم ذلك ولكنها غير موجودة. يوم غد حتى اليوم ما زال مسألة التعامل مع وسائل الإعلام أنس مغلقة، ليس هناك وسائل إعلام تدخل إلى مكان الاجتماع ولا حتى أطراف الحوار تقدم تصريحات. وتم الاتفاق على أنه غدا سيكون هناك مؤتمر صحفي يعلن هذه النتيجة الختامية وهذا هذا الاتفاق ما بين على الأقل هؤلاء الأطراف، وسيقدمون تصريحات لوسائل الإعلام يوم غد. طيب إذا ما تسرب يمكن تسرب. نعم نعم، إذا صفوان في ظل
هذه المبادرات المطروحة على ما، وطبعا هي مبادرات مفصلية وقرارات مصيرية على الاتفاق السياسي في المستقبل، على ماذا يعول المجتمعين الآن في الحمامات التونسية إذا توصلوا فرضا إلى اتفاق حول كيف سيعدل الاتفاق في المستقبل؟ على ما يعولون، يعني سيتفقون ومن ثم سيقدمونه إلى أو يقدمونها إلى الأطراف المعرقلة أم ماذا؟ يعني يمكن القول بأن من هو موجود الآن على الأقل وممثل في هذا الاجتماع هو من الأحزاب الخمسة المشاركين في اتفاق الصخيرات، ومجلس أعلى الدولة محسوبين على المؤتمر الوطني سابقا، وعدد من الشخصيات المستقلة التي لديها دور فعال في عملية الحوار، ومنهم من سمى أيضا شخصيات في مجلس رئاسة المقترح موجود الآن. فبالتالي هم يقولون وفق هذه الروح التي بدأت تظهر في لجنة الحوار بأنه الاتفاق يحتاج إلى مراجعة، هناك خلل في التنفيذ، هناك فشل في تنفيذ مهام من قبل مجلس الرئاسة، ولذلك يحتاج إلى مراجعة على عكس الجولات السابقة أنا التي كانت كل بياناتها يعني يعلق بعض يقول بأنها نسخ بيانات مكررة للضغط على الإنسان المنطق عن اتفاق الصخيرات دون تغيير في الخطاب. اليوم في هذه الجولة هناك تغير في الخطاب، هناك بحث عن خطط، هناك بحث لمبادرات جديدة، وهذا ما لمسناه، هذا ما تسرب لنا على الأقل، وربما هناك مبادرات أخرى لم نسمع بها، ولكن هذه هي المبادرات الأبرز التي موجودة داخل هذا الاجتماع. وكما قلت يوم غد ستتضح الصورة أكثر، لأن هناك تحفظ في التعامل مع وسائل الإعلام. طيب شكرا لك صفوان بوسامين، منفذ قناة النبيلة تونس، كنت معنا عبر السكايب من الحمامات التونسية.